اليوم الحضور ديالنا هنا في المنطقة ديال الباب الشعبي بمدينة أسافي باش نأزروا التجار والمهنيين على ود هاد النظام ديال المساهمة المهنية الموحدة، هاد النظام اللي هو مجحف حق التجار والمهنيين. اليوم كنلاحظوا أن هاد النظام ديال المساهمة المهنية الموحدة أنزل بطريقة اللي هي أحادية بدون استشارة ديال التجار والمهنيين وجمعية ديال التجار والمهنيين. ثاني حاجة أنه التجار والمهنيين عانوا الأمرين خلال ضائقة جائحة كورونا اللي عانوا فيها الأمرين وعاشوا يعني الويلات، حد أنهم واحد يعني قطاع ديال الملابس جاهزة وقطاع يعني ديال الأحذية وبعض المقاهي وهذا مقفلين المحلات ديالهم يعني أزيد من يعني من سنة كاملة. حنا كنتظروا أن إدارة ديال الضرائب والحكومة أنها تشوف من شأن ديال التجار والمهنيين ويعني ودير لهم إعفاءات اللي هي ضريبية. كنلاحظوا اليوم أن كتجينا مساهمة مهنية موحدة بواجب تكميلي بأطر الرجعي لسنة 2020. هاد التجار يعني أشنو اللي استافدوا في التغطية الصحية ديال 2020؟ هذا سؤال. يعني هنا هناك عدة أسئلة. السؤال الثاني هو أن لماذا المشاريع اللي هي مشاريع ذي صبغة ملكية وسيدنا في خطابات ديالو كيقول بأن هو هاد المشروع خاص تعطاه الوقت الكافي والإشراك ديال التجار والمهنيين في جميع أنحاء المغرب وما تزربوش فيه. كنلاحظوا أن الحكومة ديال الضرائب والوزارة ديال الاقتصاد والمالية ناضوا بالتنزيل الفوري لهذا المشروع بدون لا إشراك لا جمعيات مهنية. كيجيبوا لنا واحد النقابات اللي كيعتبروا أنفسهم أكثر تمثيلية وحنا في المغرب كامل كنلفعوا لافتات كنقولوا بأن هاد النقابات والجمعيات هادو اللي كيدوا علينا راه لا يمكنلوناش، وبالتالي كنلقاو بأنهم دائما هما الحاضرين هما اللي كيعطيهم سك الأمان باش الإنزال ديال مثل هاد القرارات الأحادية والفجائية اللي مست القدرة الشرائية ديال التجار والمهنيين في جميع أنحاء المغرب. واحد من التجار اللي كان تيتوسم الخير في هذا النظام ديال التغطية الصحية اللي دعا ليها سيدنا، وحنا كنا فرحانين بهذه المبادرة، ولكن الصيغة باش تحطات والظرفية والوقت ما متفقش معاه صراحة. حنت حنا ولكن تنتمناو أفضل من ذلك. حنت حنا في 2020 كما تيعرف الجميع العالم كامل داز بواحد الظرفية صعيبة ديال هاد الكوفيد، وحنا كنا سادين واحد خمس شهور ولا ست شهور وحنا سادين وعانينا بزاف 2020، وكنا تنتمناو ان الدوله تشوف من جهتنا وتعفينا ولو غير جزئيا كما دارت بعض الدول اللي راه عوضات التجار عوضاتهم على الخسائر اللي، وبعض الدول اللي فقيره لانه عفات التجار من الضرائب او نقصات لهم شويه. حنا تنتفاجئوا بهذه التغطيه الصحيه اللي كنا حنا باغينا ماشي رافضينها، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه، تكون في متناول التاجر، تكون ما تقلش الكاهل ديالو كما متقلا علينا دابا حنا الضرائب. اصلا الضرائب بلا تغطيه صحيه راه تثقل كاهلنا، مصاريف كثيره عنده الانسان، عنده الوليدات، عنده المصاريف، عنده الماء، عنده الضوء، عنده بزاف ديال الاكراهات، بزاف ديال الالتزامات، الدراري في المدرسه راه ماشي ساهل. تزيد بهاد التغطيه الصحيه بهاد البري اللي دايرين راه كثيره بزاف، 2000 درهم ولا 2300 ولا 2800 كي اللي وصلت ليه الضريبه، انسان كان تيفكر كيفاش يدير ليها باش يخلصها، فتتزادوا 2800 ولا 3000 راه داك الشيء كثير. نتمناو انه مديرية الضرائب ولا تعاد النظر في هاد الصيغه هذه وتوصل لحل وسط، حل اللي يرضي جميع الاطراف، يرضينا حنا كتجار وفي نفس الوقت نطبقوا هذا البرنامج اللي دعا ليه سيدنا ديال التغطيه الصحيه. حنا راه ما رافضينوش، حنا باغينو، حنا في صالح ديال التاجر، ولكن تكون بواحد الصيغه، تكون صيغه مقبوله توافقيه، تكون مزيانه. خويا هذا النظام اللي داروا لنا ديال الضريبه الجديد ديال سي بي اي اللي كيتعلق بالصحه راه حنا كنرفضوه وما موالمناش وما مساعدناش، وبينا حنا الصحه ما كرهناهاش، ولكن بينا بواحد الطريقه اللي تكون في صالحنا حنايا وما ضرناش وحتى حنا ما كرهناش. حنا باغيين الصحه وما عندنا لا تغطيه لا والو، ولكن بهذه الطريقه راه ما قابلينهاش. وين الصحة ولكن بشي طريقة بشي نظام اخر اللي ولمنا والله يرحم والدين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.